وطبعا انا بحبكم جدا يا اصحابي، بتمنى تدعموني بلايك وكومنت وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان افضل مكملة معاكم. حلقة جديدة من المقاتل الكوماندر، ودلوقتي بفقد المكان عشان يعرف ايه الدنيا ماشية ازاي. زي ما انتم شايفين كده هيبدأ بتفقد المكان عشان يضرب نار. بيمشي زي ما انتم شايفين كده يا اصحابي، في حد ضرب عليه نار اهوت، وهو بيحاول يلف عشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي. اهو نضرب نار، وكمان زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. ضرب نار، اضرب وخلص على الراجل. زي ما انتم شايفين كده اهو بيتحرك عشان يتفكر المكان ده، وهيحاول بقى يشوف ان هما متستخبيين منه فين، بس هو بيتعامل بحذر وحيطة علشان ما يضربوش عليه نار من ظهره ويموت، لان هو ليه عدد طلقات محدد ان خلصه بيموت في نفس الوقت. هو بيتحرك بحيطة وحذر، لقى في حد هنا اهو هيبص على المكان، تقريبا في حد ولا ايه؟ هنشوف دلوقتي. قالك لا هما هنا. ضرب عليه نار من تحت العربية، خلص عليه. هو هنا بيعمل القنبلة، هيقف المكان ده عشان يظبط القنبلة. وخلصها وبدأ يلف عليهم تاني علشان يجيبهم لأصحابه. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. يبدأ يلف كده، هيقف المكان ده عشان القنبلة، يسكنها وبعد كده يخلص ويروح يضرب نار. زي ما احنا شايفين كده يا اصحابي، ضربوا عليه نار ولازم يضرب جامد زي ما احنا شايفين. اهو يا حبايبي، بدأ يتحرك. ضرب عليه بقى لأنه كان فوق، وكده خلص عليه. حماس بقى واخده هيدخل في الليفل اللي بعد ده. كده يا أصحابي، طبعا هو هنا في ضرب النار شغال وهو خايف جدا جدا. يا أصحابي طبعا هو مش خايف قوي، وخايف لان المره دي الحلقه غريبه قوي، فهو عايز يعرف الدنيا ماشيه ازاي. هو طبعا لما زوم جابه من ورا، هو مش شايف. طب خلص عليه. يا خبر ابيض على المنظر، دي كلهم قاعدين مستنيين عايزين يموتوا. هي الليفل ده هو ما بيتحركش من مكانه، بيفضل واقف كده وبيسلط عليهم ضرب النار من فوق، لان هو لو نزل هيدمروه لانهم كتير جدا وكلهم متركزين من فوق البيوت، وهو واقف فوق بيت هو كمان علشان يعرف يخلص عليهم. زي ما انتم شايفين كده خلص عليه يا اصحابي اهو.
اهو يا اصحابي. نضرب نار، جيبه اهو. طب حلوة الحركة دي، جامدة 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 يعني. اضرب اضرب اضرب، خلص خلص عليك ثانية، خلص على صاحبه اللي باقي دوت. ضرب النار شغال ايه، والدم عامل ايه؟ على فكرة هو كده متعور، الدم اللي ظاهر قدامك على الشاشة كده هو كده اتعور يا اصحاب. يا خبر ابيض بجد يعني، بص بارع بارع بارع. ان هو يجيبه كده من بعيد من فوق السطح ويسلط عليه ويديله، فعلا لا هو كده خطير بجد. ها بدأ يتحرك. ضربه بالنار كده تمام، مع اخر واحد هيخلص عليها تبقى ايه دي نهاية الليفل اللي هو ايه شغال فيه كده، خلص عليهم وايه ونجح في الليفل. ده على الليفل اللي بعد كده، المكان الغريب ده بجد اهو. ضرب نار شغال اهو، يا خبر ابيض متربصين له. هو كده ايه ضربهم بالنار، جاله ناس بقى اصحاب الواد اللي مات ده جايين من الناحية التانية، يقولوا تعالى انت بتموت صحابنا، لا ده احنا هنخلص عليك. قال لهم تخلصوا على مين؟ انا المقاتل الشجاع اللي جاي رايح الدنيا منكم. هو طبعا كل هدفه في الحياة ان هو يخلص عليهم كلهم. ها؟ ولسه شوف مين اللي كان بيضرب عليه نار من ظهره. في هذا الفن، بص بقى اهو جابه جابه وهو مستخبي بجد، بطل الابطال. اهو خلص عليه، هيبدا يشيل التزويمه بقى اللي شغاله دي ويتحرك في اتجاه الاعداء. بجد اللعبة دي بعشقها، خطيرة خطيرة خطيرة. بص كده اهو، بدور عليهم علشان يخلص عليهم واحد واحد. اه يا اصحابي، وبيتحرك لقى في حد بيضرب عليه نار من ورا الخشب اللي موجود هناك، البوكسات دي. ضرب عليه خلص عليه. راح يجري عشان ياخد القنبلة الهدية. في حد بيتحرك اهو شايفه، وجاي عليه. هو بقى ايه يبدأ يتحرك ناحية